ثلاثة كتجيو مضحكة ثلاثين ثلاثين دراهم مشكلة مواطن كيعاني اقتصاد هاو كاين ولكن مواطن كيعاني كشتي معندنا كنقول زيد 2007 قلت ثم منا عامون راكم ما كتحسبوا ما كتحسبوا ما خلي قالوا اخ ما بغيتش ما ضربينش الناس تما كتير عايشه وصافي عايشه وصافي وصافي 1500 سبعين الألف يوم سابقة للشعب المشتري مصباح الخير عليكم مصباح النور وانتم تكونوا بخير وعلى خير في مصباح هذا ولكن مدينة تطوان وفي السوق ديال مدينة تطوان كأنه الصباح كأنه الساعة الثانية ديال الصباح انتم كتعيشوا معنا هذه الأجواء هنا في سوق مدينة تطوان الحق نقول لكم صباح الخير لأن لا جدوا من السوق أتأكد بأن فعلا باقي الصباح باقي الساعة الأولى ديال الصباح فطبعا كنعيشوا معكم الساعة الأولى ديال السوق ديال مدينة تطوان فطبعا طبعا في مدينة تطوان كما كتشاهدوا هنا ملف مباشر فالفلفلة وصلت 18 درهم الفلفلة خضراء 18 درهم السوق لا حول ولا قوة إلا بالله السبت كانت نقصت شوية اليوم زادت الثمن فما عرفنا شكون اللي كيتحكم في هذه الأسعار وشكون اللي كيلعب في هذه الأسعار وشكون اللي كيخرج على الدرويش وشكون اللي كيتعدى على الدرويش الفلفلة نهار السبت كانت في شهادة قدام الناس فالفلفلة كما قلت نهار السبت في المارشي كانت دايرة يعني كما شاهدتوا معنا كانت وصلت 13 درهم للكيلوغرام اليوم زادت اليوم في المارشي وصلت 16 درهم للكيلوغرام في المارشي فصراحة هادشي مازال ما بغاش ينقص هادشي باقي زايدين فيه هادشي باقي ماشي هو كيتزاد صراحة كل نهار كيتزاد كل نهار كيتزاد وصلنا 13 يوم في شهر رمضان شهر كريم كنا سمعنا بأن كاين كلام كثير كيقول بأن في رمضان غادي خاص الخضرة غادي خاص المعيشة غادي تحلو الأزمنة عين وخصو هادشي ما شفنا منو والو هادشي باقي يعني كما كتشاهدوا معنا يعني هادشي باقي في تزايد باقي الناس كتعاني باقي السوق كيخلق باقي السوق خاوي رغم أنها هي الساعة الأولى ديال الصباح فالبطاطا هي اللي نقصت شوية بواحد المعدل ديال واحد جوج دراهم فالبطاطا إذا كتشاهدوا معنا بطاطا حمراء اليوم في الصباح في مدينة تطوان وصلت 9 دراهم للكيلوغرام صراحة البطاطا 9 دراهم وباقا غالية باقا غالية لأن شهر 4 دوز يعني فلاحة وجدات كلشي وجد وباقا غالية فالصراحة يعني هادشي شي كيألم بزاف طبعا يعني كذلك كاين البصلة كما كتبان معنا المتتبعين أو المتتبعين شوف تيفي كاين حتى البصلة البصلة كما كتشاهدو معنا بصل 16 درهم 16 درهم كيلو غرام بصلة باقا مبغاش تستهبل باقا طلعت تندوس باقا بصل زايدة فيه باقا يعني صراحة باقي يعني الناس كيتسائلوا علاش بصلة باقا غالية بصلة يعني الدار ديالها هو تزين الطاجين ولا تحلي الطاجين كما كنقولوا دايرة 16 درهم الصراحة هادشي غالي بزاف نقصت البصلة شوية يعني قالوا عاد نقص الخضرة نقصت المعيشة نقصت الدراهم كان 17 درهم دابا يعني 16 درهم يعني صراحة هادشي مازال يعني باقي زايدين فيه صراحة المواطن كيعاني فطبعا يعني غير البصلة كاين مطيشة كتشوف معنا يعني الجودة ديالها والشكل ديالها فمطيشة 7 دراهم تقوى انتما كتشوفوها
اللي ما كنتش كنت نقصت السبت كنوصل للصندوق مشات معنا كنمشي للطاس 130 درهم اللي نشطت الصندوق 160 درهم الصندوق 16000 كما سمعتوا 160 درهم الصندوق يعني هذاك الشيء يعني دايره يعني 7 درهم فطبعا يعني هذه كلها امور يعني كنعيشوا معكم يعني الامور هذه في الاسواق ديال مدينه تطوان فهذا يعني هي الاخرين غير نقصت واحد شويه يعني ولكن كل نهار يعني كنقاسم 20 درهم 30 درهم في المارشي 20 درهم 30 درهم وهي قالت بها نص السلعه دخل على حسب الاقدار كان غما قال لك يكون عنده 20 درهم يعني يكون الناس يعني 20 20 درهم 30 درهم في المارشي كيلعبوا بها فما عرفناش شنو السبب علاش وكذلك يعني الثمن الكوارتي صافي باش البطاطا يعني 9 درهم سلعة درهم بصلة 18 درهم الصراحة يعني هادشي زيد فيه هادشي باقي طالع هادشي باقي ما بغاش يبان باقي الاسمنه ديال الخضر فوق القرعه الخضره هذه القرعه الخضره هي اللي عاود بقى رخيصه شويه في السوق يعني وصلت 6 درهم كيلوغرام متابعينا الاعزاء هذه القرعه الخضره واصله يعني 6 درهم عفوا ف لوبيا خضراء 14 درهم يعني 14 درهم يعني واحد المعدل يعني لوبيا خضراء يعني خاصت واحد شويه يعني كنغفر يعني هذا الوقت ديالها وداك الشيء يعني خاصت واحد شويه كانت 16 درهم حتى هي ناقصه ف الفول هذا الفول ديال جبالة 9 درهم الكيلوغرام كما كتسوى معنا مستبدل ملكية مستبدل قناة شوف تي في الفول يعني وصل 9 درهم حتى هو باقي غالي كاين شبان 10 درهم الكيلوغرام هنا في البيت هذه شبان عاود تعيد لك شبان شويه نمشي معكم شويه بالنسبه للتفاح هذا 16 درهم صراحه
كثر عليها اللي عنده حلال باش يلاه كيقضي واش التفاحه 3 دراهم 16 درهم تفاح من المغرب14 درهم يعني هذه كلها امور ديال هاد الخضر وكذا كيفاش نعرفوا انتم واحد فرشين ميكرو طبعا كنشكركم على المتابعه ديالكم متابعين الاعزاء دمتم في رعايه الله وفي امان الله.